توقف عند موهبة شابة أخرى وأيضا عرفت بحبها لفن آخر، فن العزف والغناء، ويجب أن نقف عند هذه الموهبة. فعلي عبد العزيز السمرائي والذي لم يبلغ 20 من عمره يمتلك مواهب ثلاثة، هي العزف والغناء والرسم. إذن نتعرف على علي وعلى مواهبه المتعددة في سياق هذا التقرير. هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم؟ النعم في توالي، وبحكم الله تعطى لشخص دون آخر، والمواهب بتنوعها وكمها نعم يحسد عليها حاملها إن وظفت في الخير والنفع. إن شاء الله أتمنى أنه تستخدم هاي المواهب كلها في خدمة دينه بداية، خدمة أسرته ومجتمعه إن شاء الله تعالى. وعلى أحد قد يمن الله بأكثر من نعمة، ملفتا أنظار الأهل والأصدقاء بنجومية فريدة النوع. ابن سامراء علي عبد العزيز، وليد عام 93 و900 وألف، اجتمع فيه عزف الجيتار وعذوبة الصوت إنشادا، ومهارة يد رسما وإبداع. زملوني دفئوني من شتاء أنقذوني. هل جهلتم أم بخلتم أم عميتم أن تروني؟ كل طرفي ما تنصفي جف دمعي في عيوني. كان يحب الرسم منذ الصغر، وإن تأخر اكتشافها، إلا أنه بدأ الإبداع والتطلع للاحتراف من خلالها، فهو الطمع الحسن. الأهل معجبون بفخر بابنهم ومواهبه، فجرهم عطف الوالدين يتقدمه حنان الأمومة للدعم معنويا وحسيا، لا بالرسم فحسب، بل وشجى الأوتار وأثيرها وحفها بصدى الجيتار، عاصفين بظهره ريح التقدم نحو المشاركات خدمة للدين والمجتمع، وهو ما التمسه فنانهم واغتنمه للمشوار مع وسائط أخر. موهبة الرسم الحقيقة اللي نماها هو، يعني بدون دراسة أو بدون دخول لمعاهد رسم، هي موهبة الله سبحانه وتعالى من عليها بها، هو أيضا بكفاءته استطاع أن ينمي هذه الموهبة ويطور نفسه، وكان الحمد لله يعني إحنا كنا داعمين إلى حقيقة. أنا بالنسبة لي يعني كنت دائما وياه وأشجعه، وأتمنى أنه يختار أيضا الشخصيات أو الأشياء المهمة حتى تكون في الدواجهة أيضا تخدمه هو بمستقبله، وأيضا تكون في شيء مفيد يعني استفاد منه مستقبلا إن شاء الله. بالنسبة للدعم الصراحة يعني الأهل ما قصروا، وال يعني خاصة أمي كانت يعني كلش داعمة الموضوع الرسم بالبداية. كانوا أهلي الصراحة أحكي لك بداية يعني ما كانوا مقتنعين، لأنه كانت موهبتي أصلا صغيرة أنا ما مقتنع بيها، بس فترة بعد فترة قمت أتطور وشافوا لوحات وشافوا التطور، عرفوا أنه أنا عندي موهبة ودعموني. وإلى فترة معينة تقريبا الوالد ما كان مقتنع كفاية بالموهبتي، بعد ما شاف رسمة من الرسمات اللي رسمتها اللي للشيخ أحمد ياسين اللي هي هاي، طبعا يعني تغيرت نظرته على الرسم وعلى هاي الموهبة، وبدأ يعني بكل الأماكن يذكرني إنه فنان ابني. الحمد لله هاي كانت من يعني دافع لي إنه أكمل أكثر، لأن شفت إنه أنا قنعت الموجودين إنه أنا عندي الموهبة واستمرت فيها الحمد لله، وصلت مرحلة يعني جميلة. وأيضا ما أنسى أكثر شيء كان داعم إلي هو التواصل الاجتماعي. ومع الجيتار قصة إبداع أخرى برفقة نسيم الصوت، وفاصل ومتنفس من جهد الرسم وسهره أحيانا. أول شيء بالنسبة لل
الجيتار وكيف تعلمت الجيتار اصلا؟ يعني هو موهبه مكتسبه ممكن تقول، او فتشي تقدر تتعلم بدون ما تحتاج موهبه. فحسيت انه احتاج فتشي انه اتعلمه جديد غير الرسم، فبديت انا كل شيء يعجبني الجيتار، فاشتريت جيتار وبديت اتعلم عليه، وشفته بسيط وحبيته، ممكن استخدمه ويا الانشاد طبعا. والانشاد والجيتار اكثر الاحيان تكون محطه استراحه لي مجال الرسم او العمل، من يعني امل من فتشي انه يكون محطه استراحه استرجع بيه يعني شيء طاقتي وهاي الامور، لان هو ينطي روحيه شويه للانسان. كل طرفي ما تنصفي جف دمعي في عيون